البحث العلمي بحاجة لسلاسة، هي فكرة، هي قد يكون أقل من جزء من الثانية في أي وقت من اليوم، تأتيك الفكرة ودك تطبقها ودك تشتغل فيها الآن. وهذا اللي معمل العاملين فيه عفوا في العالم الأول يعني والمتقدم، خاصة في البحث العلمي. فمسألة اللفة والدورة المستندية تقتل كثير من الأفكار الإبداعية في دولة الكويت.